السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة عن التعليم في السودان. تم تقسيم هذا الموضوع إلى جزئين أو إلى محاضرتين، وفي المحاضرة السابقة ذكرنا عن التعليم في السودان بدأ في دولة الفونج، وبدأ بالمسجد، وكان التعليم ديني. تدرس المؤسسات التعليمية القرآن الكريم وعلوم من تفسير وأسباب نزول وتجويد وقراءات وعلوم الحديث والفقه والسيرة النبوية الشريفة. وهذه المؤسسات التي كانت تدرس العلوم الشرعية بشكل عام كانت على أجزاء أو أسماء مختلفة أو مؤسسات مختلفة، منها المسيد والخلوة والتكية والزاوية، وهي شبيهة بالمؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي آنذاك، والتي كانت تعرف بالكتاب. وبالإضافة للعلوم الشرعية كانت بعض الخلاوي تدرس تعاليم الطريقة، لأن هذه الخلاوي قد ارتبطت بالطرق الصوفية. كان الشيخ هو محور العملية التعليمية في هذه المؤسسات، المؤسسات التعليمية التي تدرس كما ذكرنا العلوم الشرعية، ويعرف بالفقيه، والتي تعني الفقيه. في السودان يعرف بالفقيه، وفي العالم الإسلامي يعرف بالفقيه، وأيضا عرف بالفقير، أي الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هذه المؤسسات التعليمية تعتمد في ميزانياتها على المحسنين والخيرين ومساهمات أهل الطلاب، بمعنى أن أغلب هذه المؤسسات لم تكن لها ميزانية من الدولة، إنما كانت تعتمد على المحسنين والخيرين وعلى مساهمات أهل الطلاب المقتدرين على دفع مساهمات أبنائهم. وهذه المساهمات لم تكن مساهمات إجبارية، إنما كانت اختيارية لمن استطاع أن يساهم من أهل الطلاب. أما التعليم في الفترة التي جاءت بعد التعليم في دولة الفوج، وهي فترة التعليم في الدولة التركية المصرية، كان هذا التعليم على شاكلة التعليم الأوروبي الحديث، ذلك لأن المستعمر هدف لتطوير السودان للاستفادة من موارده، من موارد السودان، واستقلال هذه الموارد بأقل التكاليف، بمعنى أن نظام التعليم في الدولة التركية المصرية قد تحول من تعليم العلوم الشرعية إلى التعليم الأوروبي. وكانت تهدف الحكومة الإدارة التركية المصرية من وراء ذلك أن يتعلم أبناء السودان تعليم حديث يساعد هذه الإدارة التركية المصرية على إدارة الدولة دون شنو أو بأقل تكاليف ممكنة. أما في الدولة المهدية فلم تكن للدولة المهدية خطة محددة للسياسة التعليمية، لذا استمرت الخلوة في عملها كمؤسسة تعليمية تدرس العلوم الشرعية والعلوم الدينية. وإلا أن هذه المؤسسة التعليمية في الدولة المهدية قد واجهتها بعض الصعاب، منها قلة عدد الطلاب، ولأنها أفرغت من الطلاب، وذلك لأن أغلب الطلاب قد انخرط في العمل الجهادي الذي دعت إليه الدولة. وكان سياسة الدولة أن تحاول أن تنشر الدعوة المهدية داخل وخارج السودان، لذلك أفرغت هذه المؤسسة التعليمية التي كانت موجودة إبان الحكم المهدوي، أفرغت من طلابها، وذلك لأن الطلاب اتجهوا نحو العمل الجهادي.
هذا ما تم ذكره أغلب هذا الحديث أو كل جل هذا الحديث أو كل هذا الحديث تم ذكره في المحاضرة السابقة. نأتي إلى فترة جديدة من فترات التعليم في السودان، وهي فترة التعليم في ظل الحكم الثنائي البريطاني المصري من 1898 إلى 1956، حيث نال السودان استقلاله. ومر التعليم في هذه الفترة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الفترة من 1900 إلى 1920، وتمت فيها الخطوات الآتية: 1. أعيد نظام التعليم الغربي والتعليم التبشيري النصراني للبلاد، وأعيد لأنه قد بدأ في الدولة التركية المصرية. وذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة أن بالإضافة إلى التعليم الحديث الأوروبي الذي أدخله محمد علي باشا في مصر وفي السودان، أيضا أدخل التعليم النصراني التبشيري، وكان ذلك في عام 1850. وعندما تم القضاء على الدولة المهدية وتم غزو السودان مرة أخرى من قبل الجيش البريطاني المصري، أعيد التعليم الغربي اللي هو التعليم الأوروبي والتعليم التبشيري النصراني للبلاد. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أسس نظام تعليم ديني إسلامي. خلينا نجي نشرح لأسس وما هو الهدف من تأسيسه. الخطوة الثالثة، تم تعيين جيمس كاري مديرا لمصلحة المعارف وعميدا لكلية الغردون التذكارية. 4. أنشأت كلية غردون التذكارية بمنحة من الشعب البريطاني، وكان ذلك عام 1902 ميلادية، تخليدا لذكرى غردون باشا الذي قتل في الخرطوم بعد أن دخلت جيوش المهدي وحررت الخرطوم من قبضة الجيوش أو الجنود الأتراك والمصريين. وقد أصبحت هذه كلية غردون التذكارية أصبحت مركز وقمة النظام التعليمي في السودان طوال فترة الحكم الثنائي وبعد الاستقلال. وحتى هذه اللحظة تعتبر كلية غردون التذكارية التي بعد ذلك حولت إلى كلية غردون الجامعية، ثم حولت بعد ذلك بعد الاستقلال إلى جامعة الخرطوم، كانت وما زالت هذه الكلية التي تم تحويلها بعد استقلال إلى جامعة الخرطوم قمة ومركز التعليم في السودان. شهدت الكلية عدة تطورات جعلتها مركز للتعليم المتقدم والمصدر الأساسي لحاجات الحكومة. لحاجات الحكومة، لما نقول الحكومة نعني الإدارة التركية، آسف، الإدارة البريطانية في السودان. ولبت حاجات هذه الإدارة البريطانية في السودان من الإداريين والفنيين والمعلمين. هذه الصورة لكلية غردون التذكارية. ونلاحظ في الصورة القيمة الفنية للمبنى، وهذا المبنى الآن داخل جامعة الخرطوم. يشكل هذا المبنى جزء هام من جامعة الخرطوم، ويقع في المدخل الرئيسي اللي هو المين جيت، اللي هو يعرف عند الطلاب بالمين رود، الشارع الرئيسي، تقع كلية غردون. وأيضا يمكن أن يلاحظ الطلاب والزي الذي يرتديه الطلاب آنذاك، وهو الزي القومي، الجلابية السودانية والعمامة. كانت المدارس الصناعية تنشأ حسب حاجة البلاد في كل مرحلة من المراحل، يعني كلما احتاجت الإدارة البريطانية لحاجة لفنيين في مجال محدد، يتم فتح مدرسة صناعية لتخريج عمال مهرة لسد حاجة الحكومة في المجال المحدد. كما تأخر جهد الحكومة في تعليم البنات، وترك تعليم البنات في بادئ الأمر للمدارس التبشيرية الكنسية في الخرطوم فقط والجهد الشعبي، وافتتح الشيخ بابكر بدري في كل من رفاعة وكسلة ومروي ودنقلة والأبيض مدارس تعليم البنات.
عرفت بمدارس الأحفاد، ومدرسة أولية في إطار كلية معلمات أم درمان. يصبح أن التعليم، تعليم البنات في السودان، لم تهتم به الحكومة. لماذا؟ لأنها لم تكن لها حوجة آنذاك في الاستفادة من البنات كموظفات، وكانت تعتمد فقط على الموظفين. لذلك لم تجتهد الحكومة كثيرا في تعليم البنات، ولأن التعليم بشكل عام لم يكن لذاته، بل كان التعليم من أجل خدمة الإدارة البريطانية لاستفادة واستغلال موارد السودان بأقل تكلفة ممكنة. لذلك تعليم البنات ترك للمدارس التبشيرية النصرانية، وترك للجهد الشعبي، أي جهد المواطنين السودانيين. هذه صورة للشيخ بابكر بدر، رأي تعليم البنات في السودان، والذي أنشأ مدارس الأحفاد، والتي في بداية افتتاح هذه المدارس أدخل أبناؤه، أدخل آسف بنات وبنات بنات، ولذلك عرفت هذه المدارس بمدارس الأحفاد. الفترة الثانية، نحن ذكرنا أن الفترة الأولى من 1900 إلى 1920، تليها الفترة الثانية في تطور التعليم في عهد الحكم الثنائي البريطاني المصري من 1920 إلى 1936. تغيرت سياسة الحكومة التعليمية نتيجة لأحداث ثورة 1924، وذلك لفقدانها الثقة، فقدان الإدارة البريطانية الثقة في خريجي نظامها التعليمي، والذين قد تزعموا تلك الثورة، ثورة 1924. ولجأت الإدارة البريطانية لإدارة البلاد عن طريق شيوخ القبائل، وفيما عرف آنذاك، وتمت في هذا التاريخ تحديدا إنشاء ما يعرف بالإدارة الأهلية المعروفة حتى هذه اللحظة. وسوف يتم الحديث عن الإدارة الأهلية تفصيلا في المحاضرة القادمة، والتي عنوانها التطور الإداري في السودان، والذي نتطرق فيه إلى هذا الحدث تحديدا، وكيف أن الإدارة البريطانية في السودان أنشأت هذا النظام الإداري، والذي هدفت منه أن تحارب المتعلمين وتلجأ إلى الإدارة الأهلية. ذلك لأن المتعلمين قد ظهر منهم خطر كبير في أنهم قادوا ثورة 1924. وفي هذا الإطار شجعت الإدارة البريطانية تعيين السودان في الوظائف الدنيا، والتي كان يشغل من قبل غيرهم خاصة المصريين، مع عدم إشراك السودانيين في الوظائف الإدارية العليا. ونتيجة لهذه السياسة المعادلة لخريج المدارس النظامية، لم تشهد البلاد أي تطورات في مجال التعليم خلال الفترة من 1923 إلى 1929، فيما عدا فتح مدرسة كيتشنر الطبية. وقد جعلت الإدارة البريطانية في هذه الفترة مفتش عين جعلت التعليم فقط، اعتمدت النظام التعليمي نظام الخلاوي، اللي هو النظام الذي قد نشأ أصلا في 1504 إلى 1821، إبان الدولة الفونجية أو سلطنة الفونج أو دولة الفونج أو الدولة السلطنة الزرقاء. اعتمدت على نظام الخلاوي، وعين المفتش محلي للخلاوي يتبع للإدارة المحلية ولمصلحة المعارف. ونتيجة لهذه السياسة المعادية للتعليم النظامي، عانت كلية أردون خلال هذه الفترة من هذه السياسة، وتم إغلاق مدرسة الإدارة عام 1926، علما بأن هذه المدرسة قد تم فتحها عام 1919 ميلادية. لماذا؟ لأن هذه المدرسة أصبحت لا تجد من ما يغذيها من الطلاب من المدارس، لأن الحكومة لم تفتح أي مدارس خلال هذه الفترة. وخفت الطلاب بقسم الشريعة
ايضا بكليه غردون، وتم ايقاف برنامج ارسال بعض الخريجين من كليه غردون الى الجامعه الامريكيه في بيروت. وقد بدا هذا البرنامج في عام 1922، يصبح ان الفتره من 1920 الى 1936 قد شهدت ايقاف فتح المدارس بشكل كبير جدا، وبالتالي عانت كلية غردون من عدم إيجاد روافد تغذي كلياتي أو مدارسها، لذلك تم إلغاء أو تم قفل بعض المدارس فيها وتقليل بعض الطلاب بقسم الشريعة بالكلية. وأيضا تم إيقاف برنامج إرسال الطلاب الخريجين من كلية غردون إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. وهذا البرنامج بدأ 1922 وتم إيقاف هذا البرنامج. في ذات الفترة نجد أنه قد برز نتيجة لهذه السياسة التعليم الأهلي التطوعي، لأن الحكومة امتنعت أو توقفت عن فتح المؤسسات التعليمية، ونتيجة لذلك بدأت حركة من الأهالي ومن المواطنين لإنشاء تعليم أهلي، والذي قام كليا على الجهد الشعبي، فتم تأسيس مدرستين، مدرسة أم درمان الأهلية ومدرسة الأحفاد الخاصة، والتي أسسها كما ذكرنا من قبل الشيخ بابكر بدري لتعليم البنات. وكانت هاتان المدرستان رائدتا التعليم الأهلي والتطوعي، مما دفع بالإدارة البريطانية لإصدار قانون التعليم غير الحكومي نتيجة للجهد الشعبي ومبادرات بعض الخيرين والحادبين على تعليم أبناء السودان. تم إنشاء هاتين المدرستين، وعليه أجبرت الإدارة البريطانية على إنشاء أو على إصدار قانون التعليم غير الحكومي لتنظيم إنشاء وتطور التعليم الأهلي التطوعي في السودان. الفترة الثالثة من فترة تطور التعليم في السودان، إبان الحكم الثنائي، اللي هي الفترة من 1936 إلى 1956، وقد أعادت اتفاقية التفاهم بين بريطانيا ومصر 1936 أعادت مصر للمشاركة الفعلية في حكم السودان، إذ نصت الاتفاقية على توظيف المصريين لشغل الوظائف الحكومية التي لا يتوفر لها سودانيين مؤهلين لشغلها. وكي تتفادى بريطانيا توظيف المصريين، كان لابد أن تسعى الإدارة البريطانية لتأهيل السودانيين حتى تغلق باب توظيف مزيد من المصريين في الوظائف الإدارية في السودان. ولذلك نتيجة ذلك سعى الحاكم العام في عام 1937 إلى تكوين واستدعاء لجنة برئاسة خبير بريطاني لمراجعة كلية غردون التذكارية وكلية بخت الرضا ونظام التعليم الأول الابتدائي في السودان وعلاقاتهما بكلية غردون. واعتمدت الكلية توصيات هذه اللجنة التي رأت تحويل المدارس الثانوية كلية غردون إلى مدارس فوق الثانوي تقدم تخصصات مختلفة. تم إنشاء مدارس هنتكلم عنها، لكن هذا الكلام يعني أن بريطانيا من أجل تفادي تعيين مزيد من المصريين بعد اتفاقات 1936 سعت إلى تعليم السودانيين وتأهيلهم حتى يشغلوا الوظائف، لأن الاتفاقية نصت على أن يشغل المصريين الوظائف التي لم يجد لها سودانيين مؤهلين. لذلك سعت بريطانيا لتأهيل السودانيين لشغل هذه الوظائف، وبالتالي تبعد عن هذه الوظائف المصريين. واستدعى الحاكم العام كما ذكرنا لجنة عام 37، وهذه اللجنة أوصت بأن تنشأ مدارس فوق الثانوي داخل كلية غردون لتأهيل مزيد من السودان لشغل هذه الوظيفة. عليه تم إنشاء واحد
مدرسة العلوم الزراعية والبيطرية، وكان ذلك في عام 1938. اثنين، مدرسة الهندسة في عام 1939. ثلاثة، مدرسة الآداب عام 1940، وضمت إليها مدرسة القانون التي كانت قد تأسست في عام 1936. وكل هذه المدارس اعتبرت مدارس ما فوق الثانوي حسب توصية لجنة الخبير البريطاني التي جاءت وراجعت نظام التعليم الابتدائي الأول والابتدائي ونظام التعليم في كلية غردون. كانت إدارة هذه المدارس تتبع في أول الأمر للمصالح الحكومية ذات الصلة، بمعنى أن مسألة العلوم الزراعية والبطيئة تتبع لوزارة الزراعة، مدرسة الهندسة تتبع للهندسة، والقانون تتبع لوزارة العدل، آنذاك حسب مسميات هذه الوزارات في إبان الحكم التركي المصري في السودان. إلا أنها قد تم تغيير إدارتها ووضعت تحت إدارة واحدة، فأصبحت نواة للتعليم العالي الحديث في السودان، وكان ذلك عام 1924، لا ما صح، المفروض تكون 1934، لأنه قلنا هذه المدارس تم إنشاءها بعد توصية في عام 1937 بعد حضور اللجنة، فهذا التاريخ يجب أن يراجع. طيب نشوف التعليم الديني الإسلامي في ظل الحكم الثنائي. رأت الإدارة البريطانية في أول عهدها وهي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد أن تشجع التعليم الديني الإسلامي، فكونت مشيخة على علماء السودان، وأوكلت إليها مهمة الإشراف على التدريس في جامعة أم درمان، واختيار المدرسين الذين يحق لهم التدريس فيه في مسجد أم درمان الكبير، وهدف من ذلك أن تظهر نفسها حارسة على الدين الإسلامي، وكذلك من ناحية أخرى تعمل على إضعاف أثر الطرق الصوفية في نفوس العامة. وهنا إشارة مهمة إلى أن بريطانيا بعد أن استطاعت أن تستعيد السودان بجهد مشترك بينها وبين الإدارة الحكومة المصرية، أول ما بدأت في محاربة الدولة المهدية وبقايا الدولة المهدية. ومن أهم ما قامت به الإدارة البريطانية أنها تعمل على محاربة الإسلام الصوفي. لماذا؟ لأن الخلوة هي التي خرجت البطل محمد أحمد المهدي الذي قاد الثورة المهدية والتي عملت على طرد المصريين والأتراك من السودان. لذلك سعت إلى ما يعرف هذه السياسة، سياسة وضعت بإحكام وبدقة حتى لا تشعر المسلمين في السودان بأن الإدارة البريطانية كإدارة نصرانية تحارب الإسلام في السودان. لذلك سعت إلى ما يعرف، وتحدث عن ذلك أستاذنا البروفيسور حسن أحمد إبراهيم، عنده مؤلفات كثيرة عن السياسة الدينية البريطانية في السودان، وركزت هذه الإدارة على تشجيع ما يعرف بالإسلام السني ومحاربة الإسلام الصوفي حتى لا تتكرر ظاهرة خروج بطل من المدارس من الخلاوي والطرق الصوفية غود الثورة ضدها، وكانت السياسة غير سليمة، إلا أنها قد كانت ضمن سياسات بريطانيا للعمل على محاربة الإسلام الصوفي في السودان. أوكلت للمشيخة أيضا تقديم المشورة للإدارة البريطانية فيما يختص بالدين الإسلامي، وقد تم تعيين الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم رئيسا للمشيخة وشيخا للعلماء، ونظم الدراسة بالجامعة الكبير بأم درمان ليصبح فيما بعد معهد أم درمان العلمي، لتمتد فيه الدراسة إلى 12 سنة أكاديمية مقسمة إلى 3 مراحل متساوية،
4 أعوام واعتمدت لذلك واعتمدت هذه المشيخة لذلك أو لمعهد أم درمان يعني منهج الأزهر الشريف. طيب من ناحية أخرى نشوف التعليم التبشيري الكنسي. تجدد اهتمام البعثات الكنسية التبشيرية في السودان بعد إعادة غزو، لكن الإدارة البريطانية فيه لم تكن راغبة في تشجيع التبشير النصراني، ليس حرصا على الإسلام وليس حرصا على المسلمين، لكن خوفا من أن يعيق ذلك مجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار، لكنها اضطرت إلى الوصول إلى اتفاق مع رؤساء البعثات التبشيرية نتيجة للضغط الذي مارسوه عليها بواسطة كنائسهم، وسمح للبعثات التبشيرية بمزاولة التبشير والعمل بحرية في جنوب السودان، وهذا وافق رغبة وهدف الإدارة البريطانية في محاربة الإسلام في جنوب السودان، والذي سعت إلى فصله وأصدرت كثير من القوانين، قوانين المناطق المقفورة 1922، وأحدثت شرخ كبير جدا ما بين السودانيين في الجنوب وفي الشمال، وأهملت التنمية في الجنوب، وقد حدث ما حدث في حرب من قيام حرب أهلية ما بين الشمال وبين الجنوب، وكل ذلك يرجع إلى سياسة بريطانيا نحو جنوب السودان. نشوف التعليم المصري في السودان. أتت اتفاقية التفاهم البريطانية المصرية التي كما ذكرنا قد أبرمت في عام 1936، أتت الفرصة لمصر للعودة بحماس للمشاركة في إدارة السودان، واستجابت الحكومة المصرية لنداءات المثقفين السودانيين للمساهمة في التعليم في السودان، فقامت الحكومة المصرية في هذا الصدد بالآتي: 1. تأسيس مدرسة في الخرطوم تم افتتاحها عام 1944 ميلادية باسم مدرسة الملك فاروق ملك مصر والسودان، حيث أصبحت نواة لنظام تعليمي مصري في السودان، ظل قائما حتى هذه اللحظة بما يعرف بالمدارس المصرية. 2. رحب الحكومة المصرية بالطلاب السودانيين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا بمصر، ونسبة لتزايد أعدادهم أسست الحكومة المصرية بيت السودان بالقاهرة لإيوائهم في عام 1945. حتى هذه الله أو إلى هنا انتهى التعليم في فترة من 1936 إلى 1956، وبدأ تطور التعليم منذ 1956 فيما عرف بالتعليم في ظل الاستقلال. 1956 كما ذكرنا في التطورات السياسية والتطور الحضاري والتاريخي في السودان، في يناير نال السودان استقلاله عام 1956، وبالتالي تحولت السياسة التعليمية في السودان بناء على الرؤية الوطنية التي جاءت بها الحكومات المختلفة التي جاءت بعد الاستقلال. واصلت الدولة في ظل الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال سياسة مراجعة التعليم وإعادة صياغة سياستها نحو التعليم العام والعالي في البلاد، وعلى ضوء ذلك يمكن تقسيم تطوير التعليم إلى 3 فترات تاريخية تتوافق مع الأوضاع السياسية التي سادت في البلاد. الفترة الأولى من 1956 إلى 1969، وهي الفترة التي تلت الاستقلال 1956، ثم جاء بعد ذلك حكومة عبود 1958 إلى 1969، وفي هذا العام جاءت حكومة جعفر نمير. الفترة الثانية من 1970 إلى 1990، وتشمل هذه الفترة حكم جعفر نميري 1969 إلى 1985، والفترة من 1985 إلى 1989 الديمقراطية
ثالثة، والفترة من 1990 إلى 2019 اللي هي أو إلى ما قبل ذلك، هي ما 2019 هي 1900 تقريبا 94، والتي فيها جاءت حكومة المؤتمر الوطني، والتي غيرت نظام التعليم في السودان. الفترة الأولى 1956 إلى 1969، أولا التعليم العام، تم بناء سلم تعليمي مكون من 3 مراحل للتعليم العام، المرحلة الأولية والمرحلة الوسطى والثانوي، 4 سنوات لكل مرحلة. ليلتحق الطفل بالأولية في السن السادسة، ينتقل بعدها إلى الوسطى عن طريق المنافسة، ومنها إلى الثانوي عن طريق المنافسة أيضا. مرحلة الوسطى تضم 3 فروع، أكاديمي وصناعي وبنات. أما المرحلة الثانوية فتشمل الفروع الآتية: 1 التعليم الأكاديمي للبنين والبنات، 2 التعليم الصناعي للبنين فقط، 3 التعليم الثانوي المهني وفيه التعليم الثانوي الزراعي والتجاري والاقتصاد المنزلي للبنات، وتقود هذه المدارس المهنية إلى كليات مهنية في التعليم العالي. ثانيا التعليم العالي، في ظل الاستغلال بعد أن نال السودان استغلاله، تحولت كلية خرطوم التذكارية التي كانت تعرف بكلية الخرطوم الجامعية، والتي كان فيها تعاون بينها وبين جامعة لندن، أجاز البرلمان السوداني المنتخب في عام 1956 قانون جامعة الخرطوم، وهذا القانون قد أنهى العلاقة ما بين كلية الخرطوم الجامعية وجامعة لندن، وأصبحت الجامعة تعرف بجامعة الخرطوم، وتدار وفق هذا القانون بواسطة أجهزة واضحة المعالم والتكوين والاختصاصات. وهذه الأجهزة هي مجلس الجامعة، مجلس الأساتذة، واللجنة المالية، واللجنة التنفيذية. أيضا تم إنشاء جامعة أم درمان الإسلامية، والتي تمت بعد ترفيع معهد أم درمان العلمي إلى جامعة، وتقرر تحويل كلية الدراسات العربية والإسلامية إلى جامعة أم درمان الإسلامية، فباشرت مهامة قبل أن يصدر قانونه في عام 1968، واستمر هذا القانون لمدة عام فقط، لأن حكومة جعفر نمير عندما جاءت ألقت جامعة أم درمان الإسلامية. هيجي الحديث عن هذا الأمر لاحقا. طيب نشوف معهد الخرطوم الفني. كان معهد الخرطوم الفني يمثل قمة التعليم الفني في البلاد فيما قبل الاستغلال، وكانت تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ويدير عميد هو في ذات الوقت مساعد وكيل الوزارة للتعليم. واستمر معهد الخرطوم الفني بذات الطريقة في إدارته. معهد المعلمين العالي، فضلت وزارة التربية والتعليم إنشاء معهد معلمي المرحلة الثانوية في إطار أجهزتها لتدريب المعلمين، حيث ظهر المشروع إلى حيز الوجود في عام 1961 بتعاون ما بين حكومة السودان وصندوق الأمم المتحدة الخاص الذي تمثله اليونسكو كعضو منفذ. ولم يستمر هذا الوضع طويلا لعدم قانونيته، فقد ظهرت مشكلة وضعية دبلوم المعهد، وذلك قبل تخرج أول دفعة منه. ماذا يعني هذا الحديث أو ماذا يعني هذا الكلام؟ أن المعهد أنشئ لتخريج معلمين للمرحلة الثانوية، ظهرت مشكلة الشهادة التي يمنحها هذا المعهد، هذا يمنح لا بد من وجود، لأنه معهد فوق الثانوي، لا بد من وجود مؤسسة تعليمية عليا ما فوق الثانوي تمنح هذه الشهادة.
لذلك ظهرت هذه الإشكالية، وتم تكوين لجنة من 3 خبراء تربويين بريطانيين جاءت إلى دراسة وضعية المعهد عام 1964، وأوصت اللجنة بخلق نوع من العلاقة العلمية ما بين المعهد وجامعة خرطوم، لأن أي شهادة يجب أن تمنحها ما فوق الثانوي وتمنحها مؤسسة علمية عليا. وعليه تم تكوين مجلس المعهد، احتفظت فيه الوزارة برئاسة المجلس وعضوية 12 مقعدا من جملة مقاعد المجلس 20، ومنحت جامعة خرطوم مقعدا واحدا فقط. ويبدو أن الوزارة بهذا التصرف كانت غير مقتنعة بإعطاء المعهد وضعا مستقلا عنها، وكانت تريد أن يظل المعهد في كنفها وفي إدارته. لكن رغم ذلك تمكن مجلس المعهد من تحقيق الانتساب لجامعة خرطوم على 1968، وتم إعطاء مجلس أزادة جامعة خرطوم كل الصلاحيات الأكاديمية لتحديد البرنامج الأكاديمي والامتحانات التي يتم بموجبها منح درجة البكالوريوس جامعة الخرطوم. يعني هذا المعهد، معهد المعلمين العالي، يمنح شهادة بكالوريوس التربية من جامعة الخرطوم. وكان ذلك تم الانتساب إلى المعهد عام ألف يعني المعهد تم الانتساب انتسب إلى الجامعة 1968، وهو أصبح بعد ذلك نواة لكلية التربية جامعة الخرطوم القائمة الآن. نشوف معهد معاهد التدريب المسيحية العليا. اتبعت الوزارات الحكومية الأخرى نفس منهج وزارة التربية، وعملت على وضع سياسات تدريبية خاصة بها، وتم إنشاء المعاهد المتخصصة لإدارتها. فأنشأت وزارة الصحة معهد البصريات وكلية التمريض العالي والمعهد العالي للأشعة التشخيصية والعلاجية، وتوفر هذه المعاهد تدريبا فوق الثانوي. أما وزارة الزراعة فقد أنشأت معهد شنبات الزراعي، وطورت مدرسة خبراء الغابات، واضطرت نتيجة لذلك مصلحة البريد والبرق بوزارة المواصلات التي كانت تضم أقدم مدرسة إلى تحويل هذه المسألة لمعهد البريد والبرق. وأنشأت وزارة التنمية الريفية والتعاون معهد ود المقبول لتدريب فنيين في مجال الحفرية. ونجد أنه لم تتاح أي فرصة لمؤسسة التعليم العالي التابعة للوزارات الحكومية أي نوع من الاستقلال، بخلاف معهد أم درمان العلمي ومعهد الخرطوم الفني ومعهد المعلمين العالي. استمر هذا الوضع إلى مجيء مايو 1969، حيث دخلت البلاد طورا جديدا من أطوار تطورها السياسي والاجتماعي. نشوف مؤسسات التعليم العالي الخاصة. تحصلت كلية الأحفاد الجامعية للبنات على تصديق قانوني عام 1966، وأصبحت بذلك رائدة التعليم العالي الخاص، كما كانت مدارس الأحفاد رائدة التعليم العام خاصة في مجال تعليم البنات. في الجامعات الأجنبية، جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وقعت حكومة السودان عام 1955 اتفاقية مع الحكومة المصرية لإنشاء جامعة مصرية في الخرطوم، وهدفت الحكومة المصرية بتأسيس هذه الجامعة، جامعة القاهرة فرع الخرطوم، إلى تلبية التطلعات الاجتماعية للطلاب الذين أكملوا بنجاح المرحلة الثانوية، ولم تتح لهم فرصة دراسة بمؤسسة التعليم العالي السودانية، ولا يستطيعون توفير نفقات السفر والدراسة في مصر. وبناء على هذه الفلسفة كانت الدراسة تعقد بعد الظهر في هذه الجامعة، جامعة القاهرة فرع الخرطوم، كانت الدراسة بعد الظهر أي بعد الدوام حتى عام 1974، وذلك لإتاحة الفرص لمن يريد أن يتأهل من موظفي الحكومة وغيرهم من الراغبين في ذلك. وبدأت الدراسة في عام 1955 في جامعة القاهرة فرع الخرطوم ب3 كليات، هي كلية الآداب وكلية القانون وكلية التجارة، وأضيفت كلية العلوم لتصبح الكليات 4 كليات في عام 1974. نشوف التعليم، تطور التعليم في فترة من 1970 إلى 1990. أول التعليم العام، عندما جاءت مايو، حكومة مايو بقيادة جعفر النميري
عام 1969 عقدت في أكتوبر المؤتمر الأول للتعليم لمراجعة نظام التعليم من حيث هياكله ومحتواه وأهدافه. وبناء على توصيات المؤتمر الذي عقدته في أكتوبر 1969 أعلنت سياسة تعليمية جديدة سميت فيها المراحل التعليمية بالابتدائية 6 سنوات والثانوي 3 سنوات والثانوي العام 3 سنوات والثانوي العالي 3 سنوات. أي أن سياسة حكومة مايو أبقت على مدة الدراسة ما قبل الجامعة 12 عام، إلا أنها غيرتها من ما كان عليه 4 سنوات 4 سنوات 4 سنوات إلى 6 سنوات ابتدائي. وكانت في مغرب تسمى الأولية والابتدائية والثانوي، أصبحت الآن تمثل الابتدائية والثانوية العامة والثانوية العليا، 6 سنوات للابتدائية و3 سنوات للثانوية العامة و3 سنوات للثانوي العالي. ثانيا، في مجال التعليم العالي تم إنشاء وزارة التعليم العالي وتبعها بعد ذلك إنشاء المجلس القومي للتعليم العالي، وكان من مهامه تنظيم وتخطيط التعليم العالي بالبلاد. تم إلغاء جامعة الجنوبية الإسلامية وتقليصها إلى كلية تضم شعبة الدراسات الإسلامية وشعبة اللغة العربية وشعبة الشريعة. وتم إلغاء هذا علما بأن قانون جامعة الجنوبية الإسلامية قد صدر في عام 1968 وألغي في عام 1969، أي أن القانون قد كتبت له الحياة لمدة شنو؟ كتبت له الحياة لمدة عام واحد. ولماذا تم إلقاؤه؟ لأن حكومة مايو جاء بها الشيوعيين، حزب الشيوعي السوداني، وعليه حارب هذه الجامعة وتم إلقاء جامعة أم درمان الإسلامية، وتم تغليصها من الجامعة، أي ألغي قانونها كجامعة وتم تغليصها إلى كلية تضم 3 شعب: شعبة الدراسة الإسلامية وشعبة اللغة العربية وشعبة الشريعة. الفترة الثالثة من 1990 إلى 1964. وليه؟ ليه 1990 ل 1994؟ لأن التغيير الذي جاءت به حكومة المؤتمر الوطني تمت في هذه الفترة، لكنه استمر إلى وقتنا هذا إلى عام 2020. نفس السياسة التعليمية ما زالت قائمة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. جاءت حكومة 30 يونيو 1989، وكما فعلت مايو بدأت بتغيير السياسة التعليمية، فعقدت مؤتمر لمراجعة التعليم. وإذا بتذكروا قلنا إنه أول ما جاءت مايو عام 1969 في مايو عملت على إقامة مؤتمر لمراجعة التعليم في أكتوبر 1969 أيضا. في قامت هذه الحكومة، حكومة المؤتمر الوطني، بعقد مؤتمر للتعليم لمراجعة التعليم والسلم التعليمي. وكانت هذه الحكومة ترى أن السلم التعليمي مرتجل ولا يحقق التوازن بين التعليم الفني والأكاديمي، وأيضا كانت ترى تعدد أنماط تدريب المعلمين. لذلك نلاحظ أنه تم إلقاء معاهد تدريب المعلمين في كل السودان واستبداله بكليات تربية. وكذلك كانت ترى هذه الحكومة فور مؤسسات التعليم العام، وأيضا كانت ترى هضم أن هذا النظام يهضم حقوق المعلمين. أوصل مؤتمر التعليم في عام 1990 ببناء نظام تعليمي جديد ليحقق فلسفة الدولة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية: 1. العمل على ترسيخ العقيدة الدينية عند النشء وتربيتهم عليها وبناء سلوكهم على ذلك. 2. بناء مجتمع على الاعتماد على النفس والعمل على تفجير الطاغات. 3. تقوية روح الوحدة الوطنية في نفوس الناشئة وتنمية الشعور بالولاء للوطن. 4. تنمية القدرات والمهارات الفردية وإتاحة فرص التدريب الحديث
خدمة للتنمية الشاملة، 5 تنمية الحس البيئي لدى الناشئة وتبصيرهم على نعم الله في هذه البيئة للمحافظة عليها تجنبا للكوارث الطبيعية. وبناء على هذه الفلسفة أوصى المؤتمر بالآتي: أولا التعليم العام. تم تقسيم التعليم العام لمرحلتين بدلا عن 3 مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الأساس 8 سنوات ويقبل فيها الأطفال من سن السادسة، يليه أو تلي هذه المرحلة المرحلة الثانية مرحلة التعليم الثانوي، وتكون متعددة المجالات، تكون مزيج من التعليم الأكاديمي والفني والدراسات الإسلامية والدراسات العسكرية. لذلك جاء بمرحلة ثانوية تتعدد فيها المواد، وقد وصلت في بعض المراحل التعليمية في المرحلة الثانوية المواد إلى 18 ساعة وقيل إلى 20 مادة يدرسها الطالب خلال الفصل السنة الأولى والسنة الثانية، ويجلس لامتحان الشهادة الثانوية ل7 مواد فقط، أي أن 13 من المواد التي يدرسها الطالب في الصف الأول والصف الثاني في الصف الثالث يحصل لها شنو؟ دروب أوت، يحصل لها شنو؟ يحصل لها استبعاد. يسبق المرحلة الأولى والثانية مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، ويدخل الطالب من سن السنة من السنة الرابعة أو في سن الرابعة لما يكون الطفل عمره 4 سنوات يدخل التعليم ما قبل المدرسي، يجلس فيه 2 عامين، ثم عندما يصبح في السن السادسة ينتقل إلى مرحلة الأساس. ونلاحظ هنا أنه قد تم تقليص سنوات ما قبل الجامعة من 12 عام إلى 11 عام، وقد أحدث ذلك ربكة كبيرة للطلاب الخريجين من الجامعات السودانية الذين يودون أن يكملوا دراستهم العليا خارج السودان. طيب، تم تنفيذ هذا البرنامج في مطلع العام الدراسي 1993-1994. نشوف المرحلة الثانوية، أوصى المؤتمر بسياسة جديدة للتعليم العالي تهدف للآتي: أولا تعريب التدريس في مؤسسة التعليم العالي وبناء مناهجه ووسائله على قيم إسلامية. 2 مضاعفة القبول بمؤسسة التعليم العالي القائمة. 3 إنشاء مؤسسات جديدة في كل ولايات السودان. وبناء على ذلك تم تعديل قانون التعليم العالي في عام 1990. وحسب إحصائية عام 2015 بلغت الجامعات الحكومية في السودان 31 جامعة، إذ أصبحت في كل ولاية جامعة، وبعض الولايات كانت في أكثر من جامعة. أما الجامعات الأهلية والخاصة فبلغت حوالي 14 جامعة حسب الجداول أدناه. أولا الجامعات الحكومية: جامعة الخرطوم، جامعة السودان المفتوحة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الدول الإسلامية، جامعة الزعيم الأزهري، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، جامعة كرري، جامعة النيلين، جامعة أفريقيا العالمية، جامعة بحري. 10 جامعات، هذه الجامعات كلها جامعات حكومية وكلها موجودة في العاصمة في الخرطوم. جامعة الجزيرة في ولاية الجزيرة، وأيضا جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم. هنا عندي جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، هنا جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، الاثنين ديل في بنري. ثم لاحقا بعد ذلك جامعة في كل ولاية: جامعة سنار، جامعة دونغولا، جامعة الإمام المهدي في ولاية النيل الأبيض، جامعة نيالا، جامعة البحر الأحمر، جامعة كسلة، جامعة القضارف، جامعة كردفان، جامعة السلام، جامعة الدلنج، جامعة غرب كردفان، جامعة الشندي، جامعة البطانة، جامعة الفاشر، جامعة وادي النيل، جامعة الشيخ عبد الله البدري، جامعة بخت الرضا، جامعة شندي، وجامعة زالنجي. دي الجامعات الحكومية 31 جامعة. ثانية الجامعات الأهلية، وبلغت حتى عام إحصائية 2015 بلغت حوالي
14 جامعة هي المستقبل، الرباط الوطني، العلوم الطبية والتكنولوجيا، السودان العالمية، العلوم والتقانة، أم درمان الأهلية، الأحفاد للبنات، الوطنية، المشرق، المغتربين، واد مدني، الأهلية، الرازي، العربية المفتوحة، وأبو بكر عثمان. ونلاحظ بشكل عام أن عدد الجامعات ارتفع بشكل كبير جدا، واتيحت الفرصة للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية. هذا ما يمكن أن يقال في تطور التعليم أو التعليم في السودان منذ 1504 ميلادية، قيام دولة الفونج، إلى عام 2019، أو عشان نكون دقيقين إلى 1994، وذلك خلال حوالي 600 عام مر فيها التعليم في دولة الفونج، تعليم وطني، التركي المصري، تعليم استعماري، الدولة المهدية، تعليم وطني، الحكم الثنائي، تعليم استعماري، ثم التعليم ما بعد الاستغلال. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة، والتي نتناول فيها التطور الإداري في السودان بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.